جاتني الضربة من فيينا نفرح، ما جاتنيش الضربة من فيينا ما نفرحش. بالنسبة لي المجيء ديالي هنا طبيعة الحال تبوريضة، لأن الزوج ديالي من الهويين ديال تبوريضة، والحمد لله عندنا طربيوت الخيول وكنديروا تبوريضة، كنشاركوا في المواسم الكبار والصغار، دار السلام والمعرض دابا كيف لاش حنا جينا، والحمد لله يعني هواية زوينة غزالة بزاف، لأن حتى الإنسان كتساعدو إلا عنده شي بلية أخرى ما زويناش كتقدر يتساعد ويخرج من هذه البليه اللي هو فيها، والحمد لله يعني كنقدر نقولوا هوايه زوينه او بليه زوينه، لان كانت من ايام الرسول عليه الصلاه والسلام شاركوا في الحروب كيف ما قالت زينب بنتي، شاركوا في الحروب والعود بعدا الا ما كنتيش انت كتحبو ما غاديش يقبلك اصلا ترقب فوق منه، بطبيعه الحال خصك تكون تحس به، وهو ملي انت كتحس به واخا انت تكون بعيد غير كيسمعك تيعرفك بلي انت جاي لعندو، والحمد لله حنا ابن عن جد هاد الهوايه عندنا ديال الخيول ما شاء الله، اللهم بارك وما شاء الله، يعني داكشي غادي وكيتطور الحمد لله سنه بعد سنه كتشوف احسن واحسن. من ناحيه اللباس، من ناحيه بطبيعه الحال زي المغربي كله غزال ما شاء الله، ما شاء الله غادي وكيتحسنوا فيه وكيستجدوا فيه ما شاء الله، اللهم بارك. هضرنا شويه على الصربه تاع الزوج ديالك، شنو تيمت من منطقه تيمثلو؟ حاليا كيمثلو منطقه ديال الصحراء، كيمثلو منطقه ديال الصحراء، والحمد لله عندنا اصدقاء اللي من الجهه اللي بغا يمثلوها، الحمد لله حنا اخوه معاهم، كنمثلو الجهه ديال مراكش، كنمثلو الجهه ديال كازا، كنمثلو الجهه ديال بحال دابا الصحراء، يعني الحمد لله حنا كنا مغاربه. وكتنعرفوا واحد القضيه ان جهه الصحراء كيضربوا البارود في الارض، ممكن تحكي لنا على هذه القضيه؟ اكيد كيضربوا البارود في الارض واغلبيتهم تيلعبوا على العودات، يعني الصربه ديالنا حنا دابا دايرين العودان. العودان العودان سميتو عندهم ديك الدقه في الارض كتكون ميزه، وديك اللبسه ما شاء الله عليهم. عندك شي فكره علاش تيضربوا في الارض؟ زعما بالضبط علاش تيضربوا في الارض؟ كما كنعرفوك تقول لك زعما العدو كتخبى تحت الرمله. فوالا كانت تتخبى في الارض، ملي كيضربوا في الارض داك الدقه عندها واحد الميزه، وداك العدو كيف ما قلتي كيضربوا ديك الدقه تما كيشدوا ديك الدقه ديالهم تماك، كتكون مميزه على الباقي الجهات. مميزه على باقي الجهات. جاتني الضربه مزيانه نفرح، ما جاتنيش الضربه مزيانه ما نفرحش، كنشجع كل شيء، ولكن هي الغرض اللي يتفرج كنشكره، هما كاع كنشكرهم كاملين، ولكن الضربة ماشي بحال الضربة اللي كانت ضربة مليحة ما نضاكلوش، هذيك هي الفراشة. كان شوية؟ لا كان شوية لا عيانة لا ما دورني حاضري ما أنا دوكا كنت نركض، جاتني الضربة مزيانة كيعجبني، ما جاتنيش الضربة مزيانة ما كيعجبنيش، وين يغلبني الوقت الحمد لله، اللهم لك الحمد لله الحمد لله. المهم هو أنك تكون تجي هذا الموسم كامل ولا تبقى كيف فاضي هنج؟ فين تكون جالسين؟ عند خويا انا في جديده. مزيان الحمد لله الحمد لله، مرحبا بك. بارك الله فيك بارك. لا ماشي اول زياره ليا، كانت دوبي دي زاني كنجي لهنايا حيت بابا حتى هو وقيلا مشارك، دونك كنجي نشوف حيت باش يبقى التراث ديما فينا وفي بلادنا، يسوغ ميو اننا نجيو باش كل واحد يعرف شنو هو الاصل ديال بلادنا وهادشي كامل. انت من جديده؟ نو انا ماشي من جديده، انا من كازا، مي باش كتكون شي حوايج بحال هكا نقدر ندي بلاصه، ما عنديش مشكل باش نشوف هاد التراث. تجيو خفيفه على قبل التبوريضه؟ وي واخا كاين الفروسيه وداكشي، مي كتبقى التبوريضه احسن حاجه حيت فيها سسبانس، فيها شي حوايج زوينين وصافي. وكي جاك هذا العام المعرض من ناحيه التنظيم؟ من ناحيه من ناحيه التنظيم زوين، مي كاينين ما كايناش البلايص بزاف، مي كنقولوا باسابل، يعني الواحد كيجي عارف راسو ما غيطرى ليه والو، مي مزيان وي سيكوريزي كلشي مزيان، كيبقى غير بنادم اللي ما كيبغيش كيبقى فهمتي كيلقاش بلاصه ما كيلقاش، كاين اللي تيكي بزاف كثر من البلايص وهذا بروبليم، كيجينا انا هذا بروبليم، مي شي حاجه اخرى مزيان. وشنو تقولي للناس اللي باقي ما جاوش؟ البنادم اللي باقي ما جاش ضروري خاص الواحد يجي باش يشوف التراث ديال بلادو، حيت هذا كيبقى تراث، وكيبقاو ني دي كومبيتيسيون، كتبقى كومبيتيسيون ما بين بنادم كيبغي
كنشجع هذه الفرقه، كاينه صحراويه، كاين واحد المنافسه. وي بيان سور، مثلا بحال انا كنشجع الفرقه ديال سميتو ديال كازا مدينه 16. كل واحد كيفاش كيدير بحال الكره، كاين اللي كيشجع، كاين اللي كيشجع باش زعما يكون بلادو، كاين اللي كيشجع مدينه شو. كتبقى هاد الكومبيتيسيون زوينه وكتجدد كل عام، لا من ناحيه جديده في الموسم ديال المولى عبد الله، لا من ناحيه هنايا. دونك كيجيني انا بنادم ضروري خاصو يجي باش يبقى التراث ديالو، وديما نشوف هاد الشيء حيتاش باش يبقى نيت حفادنا ولادنا يعرفوا شنو هو التبوريضه. حيت الفن التبوريضه ماشي غير فن عادي، كيبقى حيت كيعاود على القصص ديال الحروب وداك الشيء، يعني عنده رساله، رساله اي واحد خاصو يجي يشوف رساله ديال بلادو. بالنسبه للمهرجان ديال التبوريضه انا ديجا شايفه ولازم عليا كل ما يخص التبوريضه وداك الشيء، يعني انا هل بحال شي مولود باش حدا في المهرجان اللي حدانا نزلت فيه. منين حداكم؟ فين؟ في المحمديه. انت من المحمديه؟ مشينا للمهرجان ديال البالوما، مشينا للمهرجان ديال سيدي موسى المجدوب، مشينا للجديده. تتشجع دابا شي صربه معينه ولا تجي غير باش تفرج في كلشي؟ لا لا جاي، انا عزيز عليا كلشي، حقاش كلشي اداء ديالو زوين. جاك هاد العام عجبتني التبوريضه هاد العام اكثر من الاعوام الاخرين، حيت داروها وداروها زوينه على الاعوام الاخرين، وبحال تقولي داروها هي ركزوا عليها اكثر من الاعوام اللي فاتوا. شنو تقولي للناس اللي باقي ما جاوش؟ كنقول لهم يجيو المعرض فراس، راه زوين بزاف. انا باردي وركاب، حنا كنمثلوا منطقه شياد، ما حنا مازال ما تاهلناش باش نوصلوا ديك المرحله اننا نشاركوا بحال هذه المسابقه، حيت هنا كاين مثلا خاصك يكون عندك خيل بيديغري، يكون عندها بلوراق، خاصك تكون توحد سروج، توحد المكاحل. حنا مازال ما وصلناش ديك المنطقه، باقي حنا كنطمعوا ان شاء الله. حنا كنتعلموا بهذا الشيء، ولكن مازال ان شاء الله طامعين نوصلوا لذاك الشيء، وعندنا فرقه ديالتنا اللي حنايا متحدين ودايرين هذا الشيء بين عينينا كهدف نوصلوا ان شاء الله. شنو خلاك انت تولي مباردي؟ التبوريضه بشكل عام هي هوايه زوينه، هي هوايه اللي كلشي كيتمنى يعشقها، وكل من كسب مثلا العود او التبورد ما يمكنش يتفرق عليه نهائيا، واخا يدير اللي بيدير ما يمكنش يتفرق عليه. انا اللي بلوني خوالي الله يسمح لهم، هما اللي بلوني في التبوريضه. لا ما بلوكش، سميتك حسن بوعود. وانا كنيتي بوعود، واسم على مسمى، انا دابا فخور اني كنيتي بوعود وكنركب على العود. وتبورتنا بزاف البلايص، حنا عندنا دابا الدور ديال الركراكه اللي ما عرفتش كتعرفوه ولا لا، كيكون في منطقه الشياضمه، اللي كيكون على نطاق واحد 40 يوم تقريبا، كل بلاصه كنمشيو ليها وكنتبوردو فيها ان شاء الله. وتما كاين عندنا سميتو، ماشي مكاينش داك التوحيد ديال السروج مثلا او التوحيد ديال اللباس، عندنا عادي عندك الحريه تشري السرج اللي بغيتي، عندك تشري اللباس اللي بغيتي، فهمتي؟ ما كاينش امكانيه واحد كاين واحد الفارق ما بين الطبقه الاجتماعيه، يعني كل واحد كيتمشى عليك تجيبو. انا كنقرا في مراكش، جيت اليوم من مراكش لهنا باش نتفرج في البارود، باش نسمع البارود، باش نتفاجئ شويه، حيت هادشي راه كيخليك تحس بالراحه النفسيه. و تشاركوا في مسابقات محليين صغار؟ اها كان يمكن لك تكحشي كنشاركوا فيها، واصلا مثلا المسابقات اللي كنتوا تشاركوا فيها؟ لا مسابقات ما شاركناش فيها، كنعيطوا لينا غير المواسم الكبار، بحال واحد المهرجان ديال شيشاوه كنا فيه، واحد المهرجان ديال سيد المختار اللي عرفتوه حتى هو كنا فيه، وشيشاوه جرى علينا الزلزال. كنا يلا دزنا يومين وجرى علينا الزلزال صافي، وحنا رجعوا تما اخر مره كنا تبارنا فيها كنجمعنا صافي اخر مره. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.